أسعد الله أوقاتكم مشاهدي قناة الجسر الفضائية. نحن الآن في ريف حمص الشمالي. سوف نقوم الآن بجولة ميدانية إنسانية نسلط فيها الضوء على المعاناة الإنسانية التي تخيم على المدنيين العزل في ريف حمص الشمالي، ونحن بالتحديد في هذا التجمع الذي يحوي على العديد من العوائل. هذه العوائل التي خرجت من تحت القصف والدمار والركام والركام بسبب القصف بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والمتفجرة، وخاصة من الطيران العدوان الروسي الذي استهدف منازلهم ودمر تلك المنازل. وهؤلاء الناس الذين تركوا منازلهم ولجأوا إلى ريف حمص الشمالي حيث افترشوا البراري وافترشوا هؤلاء الأراضي التي لا مأوى ولا أي شيء يأويهم في هذا المكان. سوف نقوم بلقاءات عديدة مع هؤلاء الناس الذين تركوا ديارهم وتركوا منازلهم وتركوا مكانوا يسكنون بداخله ونزحوا إلى هذه المناطق. نحن في ريف حمص الشمالي بجولة خاصة لقناة الجسر الفضائية، تابعونا وكونوا معنا. ونوجه الآن نداء استغاثة لكل من يسمعنا الآن عبر قناة الجسر الفضائية أن الحالة الإنسانية معدومة جدا جدا في ريف حمص الشمالي. طبعا نحن الآن في إحدى المناطق في ريف حمص الشمالي، وهؤلاء الناس الذين نزحوا وتركوا ديارهم بسبب القصف الذي طال تلك المنازل من العدوان الروسي بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة التي استهدفت تلك المنازل. نلتقي الآن، يعطيكم العافية والحمد لله على سلامتكم. نحن بدورنا كقناة الجسر الفضائية ألف الحمد لله على السلامة. يا خالتي أول شيء أنتم من وين؟ شفتوا الدهلة بدكم تحكون عن معاناة الإنسانية اللي عم تواجهكم أنتم هلا هون موجودين هلا هون. بدنا معينات، صرنا زمان ما شفنا المعينات. الطيران بس واحد 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 بس واحد واحد. بدنا أكل شيء، بدنا معينات، بدنا زيت سمن. ما في أكل، ليش ما في أكل؟ ما في أكل. من زائد مي من زائد الدرج. شنو لا؟ أنا ست سنين من زائد مي زائد. يا خالتي تفضلي. نحن شردنا. شدونا يا أطفال، يا إسلام. يا أمارة. والله خبز ما في خبز. ما عندنا أكل. عم ناكل خبز معدن. ما في أكل كمان. ما في ببيوتنا مي عم نزق. ما في مي عم نزق. صرنا 3 سنين ما عم نزق مي. تهشمنا تهشين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في. يا خالتي أنتوا ليش؟ من غير الله. شو السبب؟ شو السبب اللي أنتوا نزحتوا منه؟ يعني شو السبب؟ ليش أنتوا نزحتوا منه؟ والله من غير الله. طيران. جرنا الطيران. بجرنا الطيران. هذا كبير يا خيي. بيوتنا صارت كلها على الأرض يا خيي. والله عم نضرب المدنيين. ما عم نضرب غير المدنيين. عم يضربونا. طبعا كاميرا قناة الجسر الفضائية توثق على الحالة الإنسانية في ريف حمص الشمالي التي هي الآن من أسوأ الحالات الإنسانية التي يمر بها ريف حمص الشمالي، وهذا الحصار الذي يخيم على مناطق ريف حمص الشمالي. يا خالتي هلا شو بدك تحكي لنا؟ هلا أنتم هون كيف عاملين حالكم؟ هلا أنتم ما حد بيعطينا. والله ما عندنا شيء بتخبزي. والله ما عندنا شيء بتخبزي ناكلها. يعطيك العافية الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا خيي. يا خالتي أنت من وين؟ من مدينة التيرمعني. طب هل انتوا وين نزحتوا؟ نزحنا على هون ملجأ، ما بنعرف شو هو، وين نحن ما بنعرف. بدنا مساعدة، بدنا الإسلام تساعدنا، بدنا الدول الإسلام تساعدنا. نحن متنا الجوع، حصرنا هون الأطفال كلها بين ايدينا، بدها حليب، بدها تاكل، بدها تشرب. ما في تشرب. ما في خبز. ما في. هذول كلهم عجان. والله حسبنا الله. اطفالنا عم تموت. لا بدنا بدها شرب. ما في. والله ما في خبز. يبكوا على الخبز. لا في شيء. ما في غير الاولاد عم تموت تحت الرديم. يا مي بدهم ما يعني مي. ما في والله. طيران الروسي فوق روسنا. ما عم نخلينا نطلع. ما عم نخلينا نفوت. ما نسمع طيران الاولاد. ما عم رب العالمين. ما عندنا غير الاسلام. الاسلام ساعدنا. لا تصير تخلي تصيح. مش بتسمع صوت الطيران. وين دول الاسلام؟ ساعدنا. تهشمنا. وين الاسلام؟ وين المخوي؟ وين ضربونا والله من الضرب. انا اجيت لهون احنا صار عندي. ما في اكل. ما في ماء. ما في شرب. بدنا ناكل جوعان. اخي هاي جوزه مصاوي.
يا إسلام، يا أهل النخوي، يا أهل الإمارات، يا أهل السعودية، يشيلونا طيران المروحة، طيران الروسة، كله عم يضرب أطفالنا وفينا، ما عم يضرب غير على المدني، ما لنا غير الله وإنتو، ما لنا غير الله، يا الله يا الله، ما لنا غير الله وإنتو، ما لنا غير الأطفال يا رب، ما لنا غير الله وإنتو، يا يا إسلام، والله برأيت كلها يا تامك كل عجاء يا الله، ما لنا غير أنت، غير الله وإنتو يا إسلام، يا إسلام انشدونا يا الله، يشيلونا ونشيلوا أطفالنا يا الله، يا الله يا رب، يا الله ما لنا غير الله، ما لنا غير أنتو الله يا رب، يا الله يا الله يا الله، ينصر دين محمد يا رب، الله يحمينا الشباب، الله يحمينا الشباب، الله يحمينا الشباب، الأطفال شو ذنبنا، ندافع عن أمة محمد جوزي عجبها له 4 أيام ما بعرف عنه شيء، واهلي واخواتي كلهم ما بعرف عنهم شيء، انضرب دار كبيره وحبت النار وما بعرف عن اهلي شيء، وانا جيت لاجي مع العالم هذول. بسم الله، الله يساعدهم، الله يصبرنا، الله يعطيكم الف عافيه. طب هلا انتم هون يا خالتي اهلك، كيف انتم هلا عم تدبروا اموركم مسام الطعام والشراب؟ يعني انتوا طلعتوا كيف 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 طلعتوا، كيف طلعتوا من بيوتكم؟ طلعنا من تحت الضرب، من تحت الضرب طلعنا، مشي هذا الضرب شوي طلعنا. لا قصدي انه طلعتوا مثلا بثيابكم لحالة ما قدرتوا تطلعوا شيء خالص، غير ثيابي على جسمنا ما مشي خالص، لكن ثيابنا دمعت المي ما معنا،
بدنا قليل مي بس الثياب ما عندنا، ما في مي وما في شرب. من اذان الشيخ طلع الضرب، لازم لنا معين يجيب لنا الطيران صار يضرب فيه. ان شاء الله ان شاء الله بيجيبوا لكم، يا الله تحميهم. ما في شرب وما في مي، لا حليب للاطفال، لا اكل، لا شرب. واختنا انا لك ما في منفس ولا في شيء، لكن الجرابيع جوا اكلتنا الجرابيع. الاولاد امبارح كنا عم نتفضل جرابيع، تطلع الطياره وردنا نفوت لهون، عم نوقع فوق بعضنا وقتها نشوف الطياره عم نرقد رقيد لجوا. لا حول ولا قوة الا بالله. انا سعيد والله، انا حيل صار جيت من دارنا، لا في مي لا في اكل. والله بتبكي بتاخذك من هنا، بدنا نجيب لكم يا مشون. احنا وين قاعدين؟ وين بدنا خبز؟ بدنا تاجرين لدار الصغار من سكتهم من نايمه متهجرين. ان الله والله عليك عم نايمه من راسه، بدنا ناكل بدنا نشرب مي. حسبي الله ونعم الوكيل. والله والله نحن بدنا يعطيكم العافيه، الله يهنيكم. سياره نتدرى شوي ورا الحيطان، شين نركض شين نتدرى شين نركض. الله يهنيكم. والله ما عرفنا كيف نطلع من دورنا. الله اكبر، ان شاء الله الله بيحمينا ويجيبوا لكم. ان شاء الله الله بيحميهم. طيران ما هو عم وفير، عم نضرب مدنيين. والله عم نفع عليك مسكتها شوي. الله يحميكم، يحمي ام الجنة. نورنا كلها تدمرت، راحت فوق الناس، تمينا اربع ساعات ميتين تحت الارض. شوي شوي. الله اكبر. نشلنا الجثث من تحت الارض. من تحت الانقاص، ما لنا غير الله. اربع ساعات وانتم بلشتوا، ما لنا غير الله وانتم. الله يحميكم، ما لنا غير الله وانتم. ان شاء الله بيجيكم الرزق بتبعتوا له يا اسلام، بيجيكم الرزق ان شاء الله وبتعطوه ان شاء الله. في هذا في هذا المكان يا خالتي، انتم كم العيال اللي راحت لبقيه؟ وين راحت؟ وين وين وين؟ ما بنعرف وين طلعوا، وين ما بنعرف عن حدا شيء. هنا قاعدين وما بنعرف، ما بنعرف عن اهلنا عن اخواتنا. نحن هون نشتغل، دورنا راحت كلها، ونصنا بنعرف وين راحت. على الشباب عنا شيء، والله والله ما بنعرف اللي حوالينا. ما بنعرف والله، ما بنعرف اهلي، ما بنعرف والله. ما بنعرف اجيت مع بيت حميله، لا ما بنعرف عشان. قول يا الله وين اخواتي، وين اهلي، وين طلعنا بكامل علينا. هلا شو بتحب توجهوا رسائل العرب العالم اللي عم يسمعوكم هلا على القناه تسال الفضائيه؟ شو تحب توجهوا لهم رسائل كلمه؟ ان شاء الله الله بيفرج عليكم، بيفرج على جميع الاسلام، الله يوفقكم، الله يفرج على جميع الاسلام، يحميكم وان شاء الله. ساعدونا يا اسلام، اطفالنا ماتت. اي والله بيوتنا تهدمت، الله لا أكل ولا شرب لأطفالنا، ولا بنعرف شي عن هالشباب، ما بنعرف عن أهالينا وين صارت، وشبابنا كله على الجبهات، كله عم ندافع عن هالأطفال. حسبي الله. يا إسلام، أولادنا نصهم تحت رديم. إي والله أولادنا نصهم تحت رديم ماتت، كله راح أولادنا، أولاد أولادنا. إي والله وأنا عندي واحد وحيد مالي غيره، ولك بتجيبها وما حد عم يدور علينا. وين النخوي؟ وين النخوي؟ وينكم يا هالدول؟ وينكم؟ الله اكبر عليك يا بشار، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك انت وعوانا. حسبي الله ونعم الوكيل. الله اكبر عليك انت وعوانا. ان شاء الله سوريا مقبره لك ولا الله ينتقم منه. نعتذر عن هذه الدموع الغاليه على قلوبنا، ونعتذر عن هذه المعاناه التي بسبب قوات النظام وميليشيات حزب الله اللبناني والعدوان الروسي الذي سبب هذه المعاناه لاهلنا في ريف حمص الشمالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا لكن الطيران الروسي دمرنا، ربع اطفالنا. يا الله حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا من هذا المكان كان معكم أنس أبو عدنان مراسل قناة الجسر الفضائية ونقل المعاناة الإنسانية في ريف حمص الشمالي، قناة الجسر الفضائية.